هاي السنة لأنه النظام سيطر على القطاع الجنوبي ما ظل شيء إنه بالمرة، وهلا نزحنا لهون نعد عارفين الوضع ما في شيء، لا شغل ولا عمل ولا شيء، والحالة يعني تعبانة. رمضان الماضي كنا قاعدين ببيوتنا وبأراضينا وزارعينا وكل شيء كان موفر لنا. الفرق اللي فرق بيننا بين رمضان الماضي ورمضان هذا، هلا جينا لهون بعد ما راحوا القطاع الجنوبي منطقتنا الوضع بالمرة عدام وغير، يعني رمضان غير هداك، رمضان غير هذا. هذا عم نعاني من قلة الغذاء، من قلة الدعم، من قلة الأعمال هيك يعني كالمي وهيك شغلات. والله فرقات كثيرة أكثر ما بتصور. يعني رمضان ما كنا قاعدين ببيوتنا، عندنا أراضي زراعية بنزرع صيفي بناكل، يعني المساء عندك سفرة مرنية، يعني 50 نوع السفرة برمضان، ما بتحسن شو بدك تختار شو بدك تاكل. اليوم هذا ما في شيء، يعني ما في أكل، راحت أراضي زراعية هنيك دراسة منطقنا اللي احنا كنا دير عصافير، اليوم قطاع هون ما في شيء، يعني جابوا لنا إغاثة أكلنا، ما جابوا لنا شيء، ما في شيء. يعني ترى الأولاد هلا كمان جايين على ما. يعني بعد كم يوم في عيد للأولاد، يعني ترى الأولاد هاي لا لباس لا شيء تفرج يعني.